السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم. متجهين من خلال طريق شارع إبراهيم الخليل إلى المسفلة، ونشاهد معكم الأبراج والفنادق على يمين ويسار شارع إبراهيم الخليل، ونشاهد الكثافة العددية للمعتمرين والمصلين والزوار بعد انتهاء صلاة التراويح. ما شاء الله تبارك الله، أعداد غفيرة من ضيوف الرحمن، وهي عائدة إلى أماكن سكنها، وبعض المعتمرين متجهين إلى الحرم لأداء العمرة، لأداء مناسك العمرة. نشاهد على يميننا الآن جبل عمر، سوق الخليل، من الأبراج المميزة والقريبة للحرم المكي الشريف أو إلى ساحات الحرم. خرجنا الآن على شارع إبراهيم الخليل وشارع الهجرة لنشاهد الكثافة العددية في التقاء هذه النقطتين. شارع إبراهيم الخليل يلتقي مع شارع الهجرة ليشكل كثافة عددية أكبر في هذه النقطة. ما شاء الله تبارك الله، هذا شارع إبراهيم الخليل، نشاهد الصورة الجميلة. أهلا بضيوف الرحمن، أهلا بالمعتمرين والزوار. ما شاء الله تبارك الله، أتمنى الصورة تكون واضحة. نحن الآن لازلنا في بداية شارع إبراهيم الخليل بالتقاء شارع الهجرة، قريب من ساحة الحرم المكي الشريف. نشاهد أمامنا بداية فنادق شارع إبراهيم الخليل، وهنا نهاية جبل عمر، أبراج جبل عمر. نعود بالصورة للخلف. ¿Qué es lo que hay?
ناتي الآن على فنادق شارع إبراهيم الخليل، إعمار الضيافة، فندق العليان الحرم، من أقرب الفنادق في شارع إبراهيم الخليل لساحات الحرم المكي الشريف. والله صورة جميلة لشارع إبراهيم الخليل، وشارع الهجرة لا ننساه برضو، صورة جميلة لكثافة المعتمرين. نشوف فندق لؤلؤة الخليل وفندق أريج الفلاح، فندق ثروات ضيافة الرحمن قريب لساحات الحرم المكي الشريف. أو ما شاء الله تبارك الله، أول مطعم يظهر معنا في شارع إبراهيم الخليل برست الفروج، ما شاء الله تبارك الله. صورة كاملة لشارع إبراهيم الخليل. نشوف عودة الناس من الحرم المكي الشريف. ما شاء الله تبارك الله، هذا شارع إبراهيم الخليل عاد بصورته المعتادة. ما شاء الله تبارك الله، لازل فندق إعمار الأندلسية، محلات تجارية للهدايا والشنط والذهب والفضيات، فندق سقاية البيت، ما شاء الله تبارك الله، جميع الخدمات متوفرة هنا. هذه أحد الحملات، ربما أنها مغادرة أو ضيوف الرحمن وصلوا إلى لأداء عمرتهم. نشاهد بعض المعتمرين، فندق تاج الخليل
فندق تاج الخليل وفندق الماسية الماسة هاني الفندقية، وهذه أحد الشوارع الداخلية لشارع إبراهيم الخليل، وهذه فندق بلورة المزن، كلها قريبة لساحة الحرم المكي الشريف. فندق إعمار الخليل، طبعا إن شاء الله الصورة ما تكون. فندق العليان الذهبي، فندق عامر، وهذه أحد المداخل لبعض الشعاب والشوارع الداخلية لشارع إبراهيم الخليل. محلات تجارية، فندق بيسان الذهبية، فندق ياجد، إلى هنا تكون نهاية تغطيتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعدكم بتغطية أفضل، وشكرا لكم.